سلام لبنان، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد باش نوري لكم شويه وصفات طبيعيه. الفيديو اللي عملته لكم قبل عجبكم، لكن المواد اللي استعملتها قلتوا لي اللي هي ماهيش موجوده في البلدان الكل، معناها فما وحدين مش متوفره في بلادهم، فحبيت نوري لكم شنو تنجموا تستعملوا كوصفات طبيعيه. اول حاجه بديت بها عملت حمام بخاري للوجه متاعي، سهل ما في حد شيء. تاخذوا شويه ماء تخلوه لين يسخن وتحطوه في صحفه، من بعد تحطوا وجهكم فوق البخار. ديما نحاولوا انه يكون الوجه عمودي على البخار، ما نقبلوهش للبخار باش البشره متاعنا ما تترهلش، ونخليه شويه لمده 10 دقائق حتى لين نحس اللي البشره متاعي ولات طريه. من بعد باش ناخو قطن نمسح به وجهي الكل، نحي هيك الشوائب المتراكمة في المسامات متاعي، كيما الرؤوس السوداء، كيما هيك شوية الوسخ اللي نجم يقعد في المسام. بالنسبة للحمام البخاري ما ننصحش تستعملوه أكثر من مرتين في الشهر، يعني من مرة لمرتين في الشهر، على خاطر يحل المسام، واستعماله لمدة متكررة ينجم يخلي المسام مفتوحة. بعد باش نتعدى نعمل تقشير للوجه، ماسك تقشير للوجه، ناخو شوية قهوة نزيد عليها شوية قرص وشوية ماء ورد. نحاول انه القهوة تكون اكثر من ماء ورد والقرص باش تجينا باش ما يجيناش الخليط سائل. من بعد باش ناخذ الخليط متاعي ونحطه على وجهي باش ينحي لك الخلايا الميته وينحي لك القشور، خاصه في الشتاء البشره تشيح برشا وتتسبب في قشور في الوجه، فنحك البشره متاعي بشويه بشويه باش نحي الدنيا هذيك الكل. ما نتقواش برشا على البشره باش ما تتجرحش، خاصه بالنسبه للبشره الحساسه، وما نقربش للعينين متاعي، خاطر البشره اللي دايره بالعين تكون حساسه برشا برشا. من بعد كي نحي الماسك متاع التقشير متاعي باش نرطب الوجه متاعي، باش ناخذ زيت جوز الهند. بالنسبة لزيت جوز الهند ننصح اللي اي طفلة يكون عندها الزيت هذا، خاطر يغذي برشا البشرة ويرطبها ويطريها ويعطيك اللمعة التحفونة للوجه، فننصح ديما بزيت جوز الهند ونستعمله وحده ونستعمل معه حد شيء. نحطه زيت على حواجبي وعلى شوافري، يعني رموش عينية. من بعد نتعدى للخليط الثاني اللي هو خليط للهالات السوداء اللي تجينا تحت العين، باش ناخو تي انفيزيون وفقوس وطماطم، باش ناخو شويه شويه من كل حاجه ونرحيهم مع بعضهم. بعد ما نكمل نرحي الخليط متاعنا، ناخو قطن نحلو في اثنين وناخو شوية من الخليط نحطو في الوسط كأني باش نعمل كسكروت، وننزل مليح عليه باش يخرجك السائل متاعس باش يخرج السوائل متاعو. ناخو اثنين باش نحطهم على عينين الاثنين ونحطهم في الثلاجة يبردوا شوية، ما نخليهمش لين يثلجوا، جوست نخليهم يبردوا شوية باش البرودة تعاوننا باش نحيو النفاخ اللي تحت العين. بعد ناخذ القطن متاعي نحطه على عينية ونخليه لمدة 15 دقيقة. من بعد نكمل نمسح وجهي مليح، نحي الزيوت، نحي كل شيء، ونظف وجهي مليح مليح. Thank you.
بعد باش نتعدل الفم والخدود باش ناخو كعبة بتراف. بتراف هي خضرة اللي تعملوا بها سلطة، سلطة طيبة. ناخو البتراف نغليها في الماء، نطيبها، نعملها مصموطة، ومن بعد ناخوها نقص منها طرف صغير باش نستعمله باش نحمر به خدودي ونحمر به فمي. دونك يعطي نتيجة ياسر حلوة وطبيعية على الاخر، وزيد النتيجة تقعد برشا على خطر هو كأنه صبغة، معناه ما يتنحاش. حتى حاولت اني نمسحه من دي ما قدرتش نمسحه. اوكا، هاو كمان بالنسبة لفيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه وعرفتوا حاجة جديدة. وكان عندكم اي اقتراحات واحدة اخرى خليهم لي في الكومنتس. ان شاء الله النتيجة عجبتكم، ما تنسوش تشاركوا في القناة، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.